تعالى اقول لك ازاي يبقى عندك شات جي بي تي المدفوع من الموقع الرسمي زي ما انت شايف كده. هي دي الواجهه بتاعت الموقع الرسمي الخاص باوبن اي اي زي ما انت شايف. ولو جيت هنا تلاقي كل النماذج مفتوحه معاك ما عدا البرو، كل النماذج مفتوحه اللي هي خاصه بشات جي بي تي 5، وكمان عندك شات جي بي تي 4. كل ده يا معلم بشكل مجاني تماما، فمش هتدفع اي فلوس. كل اللي محتاجه منك تنزل تعمل اشتراك في القناه دلوقتي واكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده، ويلا بينا على الشغل. زي ما انتم عارفين شرحنا في الفيديو اللي فات الخاص بشات جي بي تي 5، وده النسخه الثانيه. النسخه الثانيه ده محدش يعرف عنه اي حاجه على فكره، لو جيت بحثت مش هتلاقي اي فيديو نازل عن النسخه اللي احنا بنبعتها لكم دي، نسخه جديده خالص. تمام، هي نفس الشكل نفس الوجه ونفس كل حاجه، ولكن نسخه مختلفه. يعني لو جيت هنا هتلاقي ده مش نفس الشكل اللي الناس بتشرحه واللي انا شرحته في الفيديو اللي فات. تمام، لو جيت هنا نفس طبعا كل حاجه، عندك الاخضر ده اللي هو عدد الناس المستخدمين قليل، وده البرتقالي عدد المستخدمين متوسط، الاحمر ده عالي، والبلس عالي جدا. تمام، طبعا كل اللي منشور حاليا بلس، يعني زي ما انت شايف مش عايزك تقلق خالص، لا او عندك كل حاجه كتيره جدا. استخدم عشوائي مثلا ده، فاجي هنا واكتب له اي كلمه سر. لو جيت هنا وكتبت له اي حاجه هيفتح معاك، طبعا كاتب له اي حاجه زي ما انت شايف كده. انت لو جيت في البدايه هتلاقيه عندك فاضي خالص، هتكتب له اي كلمه سر مش شرط اللي مكتوب عندي وهيفتح معاك. هتدوس اوكي، اهم حاجه كلمه سر تبقى كلام انجليزي وارقام، مش لازم رموز او اي حاجه، خليها كلام انجليزي وارقام. وبعد كده هتلاقيه فتح معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا في مشاكل بتقابل ناس كتير جدا، تعال اقول لكم ايه هي المشاكل وازاي نحلها. طبعا لو جيت كتبت له ما النموذج الذي انت عليه الان، او ايه النموذج اللي انت بتستخدمه، او ايا كان الصيغه، هتلاقيه كاتب لك هنا ان هو شات جي بي تي 4، مع انه هنا شات جي بي تي 5. ازاي؟ تمام؟ مع انه هنا شات جي بي تي 5. احب اقول لك ان شات جي بي تي شركه اوبن اي اي بتعمل كده مع كل النماذج حتى المدفوعه الرسميه، زي ما انت شايف احنا عندنا مدفوعه وبرده بيكتب لنا ان هو شات جي بي تي، لان دي كمان بتظهر للمستخدمين اللي بيشتروا وبيدفعوا فلوس في شركه اوبن اي اي الخاصه بشات جي بي تي، بتظهر لهم نفس النتيجه. مش عايزك تقلق خالص لان ده العادي. يعني في مشكله ثانيه بتظهر، ولكن هي مش هتظهر معانا دلوقتي، لان التحديث الجديد حل كل المشاكل، وهي ان اللي يكتب له مثلا اي حاجه. كتبت له مثلا اكتب لي قصه كلب وقطه، لو كتبت له مثلا اي حاجه هنا هتلاقيه عمل لك هنا علامه حمراء او كتابه حمراء، طبعا هنا مش هعملها لك، دي عامل لك علامه حمراء وكتابه حمراء. فلو ظهرت معاك يا معلم كل اللي عليك تعمله، طبعا هنا كتب لي، طبعا لو ظهرت معاك كل اللي عليك تعمله ايه، تيجي هنا كده وتدوس عليها هتلاقيه راجع معاك للموقع، او بترجع بالشكل العادي. بعد كده تختار اي شات، عندك شاتات كتيره جدا فانا مش عايزك تقلق. اهو دخلنا شات جديد تاني، طبعا كل الشتات اي شات فيهم هتستخدمه هتلاقي محادثاتك انت بس، لان ده خاص بيك انت بس كمستخدم، ما فيهوش اكتر من مستخدم في شات واحد او حسابات مشتركه وكل الكلام ده، انت بس اللي بتستخدم. فلو جيت هنا اهو زي ما انت شايف نموذج الذكاء الصناعي، لو جيت دوست عليه تلاقيه ظهر لي الحاجات اللي انا كتبتها له، من النموذج اللي انت عليه الان، كل حاجه اهي. هي دي الحمراء اللي بتظهر اللي ترجمناها ناكل كثير من الرهبان، يعني من الناس كتير قوي يوم بيكتب لك بالشكل ده كده. كل الكلام ده لو ظهر لك يعني من رهبان او حاجه بياكلوا اللحم مش عارف ايه تمهله، ده معناه ان في ضغط كتير جدا على البتاع ده. فتستنى 10 ثواني بعد كده تلاقيه يشتغل معاك. زي ما انت شايف هنا غيرت له النمط، لانه فوق هنا عمل لي علامه حمراء برده، وقال لي ان هو محتاج اي دي او اي حاجه تثبت كده، بدل ما انا اكتب له قناه خمسيه فيبحث بشكل عشوائي، لا هنا كتبت له الاي دي عشان يبحث بشكل منظم. تمام، فبس كده يا معلم، هو ده شرح الموقع، مش عايز اتكلم كتير، خش انت وجربه براحتك. بس كده، عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، شارك مش مشترك، عايزين اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان نعمل لكم فيديوهات جامده جدا. وبس كده، سلام.